معايا النهارده كل الطاقه الايجابيه اللي موجوده في مصر. طب لسه مؤمنة ان في حب فعلا حقيقي وحب زي اللي بنسمع عنه؟ الفنان ذو الالف وجه، لان احنا بنشوفه في حاجات كتيره جدا. فكره ان انا اشوف اللي قدامي ناجح بالظبط واستكتر عليه، استبقى اقول ما يستاهلش المكانه دي. خلاص سنه 2019 بتخلص، الحمد لله كانت سنه جميله. لازم تقول للجمهور، انت لو مش عارف نغمات ما كنتش هتقولها بالشكل ده. ان الفن هو اللي بيقرب ما بين الشعوب. سلام دكتور ابراهيم الفقي، هنلاقي السعاده في الحاجات دي برضه. طب قولي مش هقول حاجه. بالنسبه لي المقابله دي حاجه خاصه جدا وجميله جدا وغاليه وعزيزه على قلبي، فشكرا ليك. وانا بعد كده نعمل ايه؟